من هو ياسين كنطاش وكيف كانت بدايته قبل دخولك لمجال الإعلام؟ ياسين كنطاش هو شاب جزائري دوكا راه في عمره تقدروا نقولوا 26 سنة، في أكتوبر 27 سنة جاب لا ليسونس، كمل الماستر، لحقت الدوزيام اني ماستر حبست. فوالا هذه هي. كنت نحب الدومين تاع الصحافة، كنت ندير لي فوا اوف، كنت نحب بزاف الصحافة. درت ديبلوم تاع مونتاج تانيك، ابري دفعت السي في تاعي واتصلوا بيا ودخلت كمركب في قناة النهار. بعدها تحولت الى موقع الى صحفي، ومن بعد ديت جوائز كثيرة كجائزة اريد الاعلام اللي طبعتين على التوالي في المرتبة الثالثة والثانية كافضل عمل تلفزيوني. من تما انطلقت في تقديم البرامج والحصص. هذا هو ياسين كنطاش. الكل اليوم صار اعلامي، هل تزعجك هذه الظاهرة؟ انا بصراحة لا تزعجني، لانه مؤمن بحاجة انه ربي يقدر لواحد انه يكون اعلامي وهو ما على باليش مش اعلامي راح يكون اعلامي، واعلامي يقدر له ربي باش يكون حاجه واحده اخرى راح يكون هذيك الحاجه، وكل شيء على ربي يعني كل شيء بالمكتوب. والدنيا هذه تاعنا كاع ماشي تاع واحد برك، لازم هذاك برك يكون مغني وهذاك برك يكون اعلامي وهذاك برك اللي يكون ممثل. الدنيا هذه تاع كاع الناس. ما هو انجح برنامج لك لحد الان؟ والله غير كلهم الحمد لله ناجحين، نقدر نقول لك 80 ولا 90% من برامجي الحمد لله ناجحه، لانه نخدموها الواحد يخدمها من القلب وكاع. مي انا فور موا اللي كانت قريبه لقلبي هي مازال الخير. باعتقادك ما هو سر نجاحك؟ هو على كل حال يعتبر سر، كي تقول سر نجاح ما كان حتى سر، والله العظيم تمشي بين هذا ما كان تخدم خدمتك وتتعب عليها وما تعصيش ربي وتطيع والديك. السلام عليكم، هل بالعاده تقرا تعليقات جمهورك على السوشيال ميديا وما اقصى نقد سمعته؟ اكيد نقرا تعليقات الجمهور والناس اللي تابعني، وبيان سور نقراهم. اقصى نقد والله غير نسيت مانيش فيه، الحمد لله عندي علاقه طيبه مع الناس اللي تابعني، ان شاء الله نكونوا دائما عند حسن المستوى وحسن الظن. والله غير راني ناسي فريمون، بالك لي ديبي تاعي نسيت. ما هو اسوأ يوم بحياتك؟ اسوأ يوم هو يوم الوالد ربي يرحمه، موت الوالد ربي يرحمه، هذاك هو اسوأ. ما هو اجمل واسوأ شيء بالشهرة؟ اجمل شيء في الشهرة انه حب الناس وحب الجمهور اللي يتابعك، والحمد لله، وهذيك هي اجمل شيء. اسوأ شيء هو انه ما تقدرش تعيش حياتك كباقي الاشخاص، يعني ما عندكش حياة شخصية. تكون عندك حياة شخصية ولكن ما تعيشهاش كما يلزم، يعني تكون تعس روحك في أي صغيرة وكبيرة، لأنه راه عندك جمهور يتابعك، لأنه راه عندك مسؤولية. فقدت جميع متابعينك على الانستغرام، كيف تتخيل ردة فعلك؟ عندي 1,700,000 متابع، في حال ما إذا أصبح عندي 0 متابع يعني راح نزعف، لأنه تعبت باش تحصلت على هذه المتابعين، ولكن ما راحش نزعف أيضا لأنه على بالي بلي الناس اللي تعرفني اكثر من 1,700,000 متابع وراح نقدر نسترجع هذيك العدد او اكثر. هذه هي. وانت كلمه لي صفحه نجوم الجزائر. والله غير نقول لكم حاجه، انا جامي درت هذا العفايس تاعنا ريبوندي زعما لي كيسيون كاع، دونك سي لا بروميير فوا، ميرسي بوكو. ما يقدروا يقولوا لي ريبوندي على هذه لي كيسيون اي تو، مي ما فهمتش علاش نفحت لي ريبوندي على هذه لي كيسيون. ميرسي بوكو. على كل حال قويدري عبد العالي من ولاية سعيدة، نقول لك خويا قويدري ديديكاس ليك وناس سعيدة. وقويدري حسين من سعيدة أيضا، نقول لك كل عام وانت بخير خويا وديديكاس ليكم، واصلوا على هذا المنوال إن شاء الله نشوفكم في أعلى المناصب. والسلام عليكم.